دونك توا باش نبداو لا تروازيام بارتي اللي هي البارتي نتاع اللينكس. دونك اول حاجه باش نحلو الماشين فيرتوييل باش تحل لنا لينكس. انسويت نجيو لهنا نكتبو تيرمينال دونك وننزلو على تيرمينال تحل لنا تيرمينال او بيان شيل ب Question Lula, donnez la commande qui permet d'afficher votre répertoire personnel de travail courant. Donc, là, je vais écrire PWD. Répertoire de travail, il y a اسم الاتيليزاتور اللي هو حازم وين موجود؟ موجود في وسط الدوسي هوم اللي هو بطبيعة موجود في الراسين. دونك الدوسي بيرسونيل نتاعي اللي هو هذا اسم ليتيليزاتور هاكا دونك اسمه حازم. دونك انتوما في لي بي سي نتاعكم باش تلقاو حاجه اخرى باش تلقاو سكي سور راسين هوم سلاش اسم ليتيليزاتور نتاعكم. دونك هذا سي لو ريبرتوار بيرسونيل اللي باش نخدمو فيه. Ensuite, créez les répertoires TP Unix et TP à la racine de votre répertoire personnel. Donc, pour créer un répertoire, nous avons la commande mkdir qui m'a fait DOS. Donc, mkdir tp linux et mkdir tp. La remarque, là, raho linux. معناها إلي سنسيبل للمينيسكول والماجيسكول. كان كتبت مثلا كي باش تكتب مثلا بار اكزومبل بي دبليو دي كي نكتبوها اون ماجيسكول ما تتعداش يقول لك كوموند انتروفابل. دونك لازم ديما اس ام لي كوموند يكونوا اون مينيسكول. باهي دونك جي كري تاو شكون ام كادير تي بي لينكس و ام كادير تي بي. جي كري لي دو دوسيي. باش نشوفو است كيل سون بيان كريي والا لا نستعملو لا كوموند ls ls. دونك ls اش تعطيني؟ تعطيني انا ماني قاعد نخدم توا في الدوسي هوم اسم ليتيليزاتور لهنا حازم. دونك باش يعطيني الكونتوني نتاع الدوسي هذا. دونك شوف شنلقى في وسطو. باش نلقى وسطو ان دوسي اسمه بيرو، ان فيشي اسمه اكزامبل بوان ديسكتوب، دوسي اخر موديل بابليك. وهو دونك عندي تي بي و تي بي لينكس. دونك هذايا جولي كري قبيله دونك هذاك علاش خرج لكم. مي بون جو ويل سوبريمي. مي هاهما لي دو دوسي كو جي كري تي بي اي تي بي لينكس. دونك كي نحبو نشوفو جرافيكمون الحكايه نجيو لهنا ننزلو على الدوسي. هاهو الدوسي نتاعنا دونك TP et TP Linux. Les deux dossiers que j'ai créés. Et des dossiers personnels. Et des graphiquement. Mais je shell. Donc, l'explorateur de fichiers. Au fait, dossier personnel. On a TP Linux et TP. Et je vais le supprimer. Donc, on passe. نرجعو لهنا للترمينال. دونك هاهما لي دو دوسيي نتاعنا تي بي تي بي لينكس. قلنا لا كوموند بور فواغ لو كونتوني دان دوسيي هي ls معناها ليست. كيستيون 3 كريي لي ريبرتوار تي بي سو تي بي لينكس TP Unix et TP2 sous TP. Ben. Donc, l'hne, on a ta win majout. On a قاعد نخدم في وسط dossier donc Hasm. كي باش نحط له كيما قبيله mkdir TP2
mkdir tp1 il va les créer في وسط الدوسي بيرسونيل نتاعنا il va les créer ici tp1 ou tp2 alors que انا نحب tp1 يجي في tp linux يجي لهنا و tp2 يجي لهنا في وسط الدوسي tp دونك شنو نعملو دونك لهنا لازمنا نخدمو بالشومان شنو باش نجي نعمل باش نجي نقولو mkdir tp linux slash tp 1 معناها لهنا il va make directory il va créer un dossier اسمه tp 1 في وسط tp linux donc c'est bon نفس الحكاية tp 2 في وسط الدوسي tp دونك لهنا قلنا تيبي 2 نحطوه في وسط دوسي تيبي دونك on va vérifier maintenant دونك لهنا تسمى تيبي 2 كل ايطوال نحيوها غلط c'est une faute de frappe دونك هذا تيبي 2 هاكا صارت لو كرياسيون في وسط دوسي تيبي و TP Linux هاو كفي وسطو TP1 الكيستيون اللي بعدها supprimer les répertoires TP Unix et TP B donc la commande pour supprimer dossier TP et Unix ou bien dossier TP معناها la commande pour supprimer qui me fait dos بالضبط اللي هي rmdir دونك نجيو لهنا نحط له par exemple rm dir tp linux ونشوف واش باش يصير باش يقول لي لهنا échec de suppression de tp linux le dossier n'est pas vide donc puisque احنا حطينا في وسط tp linux حطينا في وسطو ان دوسي اون ا كري او في وسط تي بي لينكس عندي دوسي اسمه تي بي 1 دونك اون بو با لو سوبريمي خاطر الار ام دير ال بيرمي سولمون دو سوبريمي دي دوسي كي سون فيد بويسك تي بي لينكس دونك فيه ان دوسي اون بو با لو سوبريمي دونك شنو الحل نتاعنا الحل نتاعنا هو يا اما ندخل في وسط دوسي تي بي لينكس الحال نتاعنا دونك هو نفسخوا عنا هذه سي لا بروميير سوليوشن نفسخوا الدوسي اللي هو اللي في وسط تي بي لينكس اللي هو تي بي 1 ومن بعد نفسخوا تي بي لينكس سي سكون فا فير في بور لو دوسي تي بي لينكس ومن بعد باش نعطيكم اون دوزيام ميثود دونك اول حاجه جو كومونس بار سوبريمي تي بي 1 دونك rmdir tp linux tp1 معناها لهنا قلت له سوبريمي لي الفيشي تي بي بلوتو دوسي تي بي 1 اللي موجود في تي بي لينكس اي لي سوبريمي نجي نثبتو نرجع كي نحبو كي العاده جرافيكمون دوسي بيرسونيل عندي دونك تي بي لينكس هاو كتاوا فيد كي فوا لا فيد اون بو دونك لو سوبريمي فاسيلمون نجي نعملو هكا rm dir توا tp linux يتفسخ tp linux لا دوزيام ميثود توا هذي دوزيام ميثود هي باش نسوبريمي بها شنو قال لي هو قال لي سوبريمي دونك دوسي tp linux اي لو دوسي اللي هو tp دونك في بلاصه ما نقعد نفسخ تصور احنا بون لهنا عندنا كا سامبل تي بي لينكس فيه ان سول دوسي دونك كيف وسطو ان سول دوسي او كفسخته فسخت تي بي لينكس مي تصور معبي في برشا بلوزيور دوسي اي بلوزيور فيشي ما نجمش نقعد معناها نفسخ بالفيشي بالفيشي بالدوسي بالدوسي دونك عندي اون اوتر الترناتيف دونك اللي هي نكتبو ار ام
موان ار الدوسي نتاعنا اللي هو تي بي دي. ايش معناه الكوموند هذه؟ الكوموند هذه ار ام هي ريموف، هذه هي نورمالمون نستعملوها باش نفسخوا ان فيشيي مش نفسخوا دوسي. الار ام تصلح بور دونك سوبريمي ان فيشيي. كي زدتها لوبسيون موان ار، ديما لي زوبسيون نتاع لي كوموند هما تلقاهم بالموان هكا موان ار. كي نزيدوها موان ار تولي تتفسخ لي ان دوسيي ميم سيل كونتيان دي فيشيي، معناه دوسي فيه دي فيشيي ولا ما فيهوش دي فيشيي نجمو نفسخوه افيك ار ام موان ار. هي الاوريجين elle permet de supprimer des fichiers, mais qui nous aide à moins R, tu vois, je me fasse des dossiers qui ne sont pas vides. Donc, nous allons entrer. On a rejoint tout. Ok, là, fait dossier personnel, on a ETP, ETP Unix, chez la rouille. Ils ont été supprimés. Bien sûr, quand là où je regarde graphiquement, qui a un à travers le shell, n'écoutez la commande ls, les copier comme allez, partina le contenu de la dossier interne, le cadre n'est pas fait. Donc, avec un bureau, modèle ainsi de suite, n'a tp ou tp unix. On passe les questions limbad. Créer de nouveau en une seule commande ces quatre répertoires. B. Tawa, je vais créer les quatre répertoires. Avec une seule commande. Qu'est-ce que je fais là? Très simple. Pour créer un dossier, je vais mkdir. Donc, le dossier lourd que je vais créer, il est pp linux. Quinzit espace. Je vais créer un deuxième dossier, c'est mkdir. Puis, je vais le place. Donc, le dossier fini, tp. Je vais la création. TP Linux ou TP في وسط الدوسيي بيرسونيل نتاعنا. اش قعد تو؟ قعد TP1 في وسط TP Linux و TP2 في وسط TP. دونك نجي نقول له TP Linux نعطيه شنو ها؟ سلاش TP1 اي tp slash tp tp2 plutôt. Je m'en ai à l'année. Quand le mkdir crée, donc l'année, on va créer quatre dossiers. Le l'année tp linux, l'année tp, et l'imbadou tp1, ou bouchon hotou fiouste tp linux, ou m'ajoute fiouste tp linux, ou tp2, ou m'ajoute fiouste tp, on a l'entrée. دونك نجي نشوفو كي العادة نثبتو لهنا في الدوسي بيرسونيل هاو تي بي هاو تي بي لينكس نحلو تي بي نلقاو في وسط تي بي 2 ونحلو تي بي لينكس نلقاو في وسط تي بي 1 دونك نرجعو للشيل بيان سور نجمو كي العادة نلوجو نثبتو بال اليس اليس يعطيني لهنا هاكا مثلا عندي TP و TP Linux. كان نحب نشوف الكونتوني متاع TP Linux نشوف اسكو في وسطو TP1 ولا نكتب له ls TP Linux معناه افيشي لي الكونتوني متاع الدوسي TP Linux هاكا باش يقول لي راه في وسطو لو دوسي TP1. On passe. Déplacez-vous du répertoire. Vérifiez que vous êtes bien dans ce répertoire. Placez-vous plutôt, sur le sixième, placez-vous dans le répertoire TP Unix. Ce qui veut dire qu'on va se placer dans le répertoire TP Unix. Donc, on va voir un terminal, le shell ou la yesr encombré. Donc, je vais vous dire la commande clear. Clear, je vais vous l'écran. Qui m'a CLS sur Windows. Donc, clear, nous l'écran. Je vais me placer dans le dossier TP Linux. Donc, qui me fait le DOS, nous avons la commande CD. CD TP Linux. Donc, quand nous avons le DOS,
زادت لنا لهنا سلاش تي بي لينكس، شفتوه الدولار وين ولا؟ دولار ولا من بعد التي بي لينكس، معناها راني قاعد نخدم توا في التي بي لينكس. نحب نزيد نثبت توا في الكيستيون اللي من بعد، قال لي ثبت اسكو فوزيت بيان سور لو دوسي تي بي لينكس والا لا. دونك نعملو بي دبليو دي، بي دبليو دي تعطيني الدوسي اللي قاعد نخدم فيه توا. دونك كي نمشي نثبت يلقى نلقى روحي نخدم في وسط التي بي لينكس اللي هو موجود في وسط الدوسي بيرسونيل اللي هو بيدو موجود في وسط الهوم، وكلهم بيان سور تحت الراسين. باهي الكيستيون اللي من بعدها، بلاسيفو دون لو ريبرتوار تي بي ان. باهي دونك لازمني انا نعرف روحي وين قاعد نخدم توا. انا قاعد نخدم توا في التي بي لينكس ونحب نمشي للتي بي ان. دونك جو فو مونتر كومون لهنا باش نشوفو بالفيزيوال خير. انا تو جو سوي ايسي في الدوسي تي بي لينكس ونحب نرجع. دونك باش نمشي للتي بي ان شنو لازمني نعمل؟ لازمني نرجع بالتوالي، نرجع بالتوالي ومن بعد ندخل للتي بي. دونك كيفاش نعملو؟ نجي نكتب سي دي اسباس دو بوان، هذا يترجعني للدوسي اللي كنت فيه قبل. دونك انتري، دونك وين يلينا تو نعملو بي دبليو دي باش نشوفو بور فيريفي، جوست بور فيريفي نكتبو بي دبليو دي نجي نشوف نلقى. دونك رجعت للهوم دوسي بيرسونيل، هاكا رجعت بالتوالي. وتو باش ندخل للدوسي الاخر نحطو سي دي تي بي، ندخلو للدوسي نتاعنا تي بي. بي هذا سي ميثود. فما اون اوتر ميثود باش ما نقعدش راجع بالتوالي وماشي وكذا، كي سورتو كي يبدا الشومان بعيد، نولي نجم نحطو معناها ابارتير دو نامبورت كيل دوسي، نمشي للدوسي اللي حاجتي بيه جوست نحط سي دي والشومان ديريكت، شومان كامل. مثلا انا نحب نمشي من هنا توا، من نحب نمشي من تي بي، من دوسي تي بي نحب نرجع مثلا للتي بي لينكس، نحط له سي دي سلاش هوم سلاش دونك دوسي نتاعي بيرسونيل سلاش تي بي لينكس انتري. هاكا هزني ديريكتومون توا للتي بي لينكس. دونك بي دبليو دي نلقى روحي رجعت كي العادة للتي بي لينكس. دونك هذه سي لا دوزيام ميثود. يا اما ترجع معناها ترجع بالدوسي 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 ومن بعد تدخل كيما عملنا لهنا سي دي دو بوان، رجعنا بالتوالي ومن بعد دخلنا للدوسي تي بي، والا ديريكتومون تنجم سي دي وتعطيه الشومان كومبلي نتاع الدوسي اللي تحب تمشي له. دونك هذوما لي دو ميثود، سا ديبون انت و لوتيليزاسيون نتاعهم. دونك سي دي سي دي اسباس دو بوان رجعنا بالتوالي. C'est de passer à la question 10. Afficher le contenu de ce répertoire. Quelle est la taille des fichiers, le propriétaire, la date de création? Là, donc, je trouve les propriétés du dossier qui est TP. Je trouve le TP qui est là. Plutôt dossier TP1. هذا دوسي تي بي ان، دوسي تي بي ان اون لا كريي مي فيرا ما في حد شيء. كي باش تشوف الكونتوني نتاعو ما كنتش تلقى حد شيء. باهي اول حاجه احنا باش نجمو نشوفو البروبريتي نتاع الدوسي هذا اللي هو تي بي ان، لازمني نرجع للدوسي بير اللي هو شكونو تي بي لينكس ونافيشي الكونتوني نتاعو افيك دي ديتاي باش يخرج لي تي بي ان. دونك ديما كي حاجتك انت بالبروبريتي نتاع دوسي معين لازمك ترجع للدوسي بير باش نخرجوا البروبريتي نتاعو. باغ اكزومبل كان جيت حاجتي بالدوسي تي بي لينكس لازمني نرجع للي قبله للمعنى لهنا الدوسي بيرسونيل ونخرج البروبريتي نتاع تي بي لينكس. دونك يعني شنو لازمني نعمل؟ نجي نعمل سي دي اسباس دو بوان باش نرجع للدوسي اللي قبل. دونك توا نخدم في تي بي لينكس هاكا باش نثبتو نحطو بي دبليو دي باش نشوف روحي اسكو نخدم ريالمون
FTP Linux, voilà, c'est bon. Donc, là où je suis bien sur TP Linux. La commande de Linux est ls espace moins l. ls moins l, je traverse cette ligne-là. Je n'ai pas cette ligne ici. Je n'ai pas le contenu du dossier TP Linux. Donc, puisque le dossier TP Linux fait un seul dossier, il y a le TP1, je traverse un seul dossier. Quand j'ai fait d'autres dossiers, je traverse toute une liste. B. نبدأ دونك من اليمين واليسار وحنا راجعين TP1 هو الدوسي اللي موجود عندنا في TP Linux الدات هذايا لوغ هذايا لوغ دو لا ديرنيغ موديفيكاسيون ولا دو دات دو لا كرياسيون هذايا سي لا دات لو 25 اكتوبر هذه التايم تاعو وهذا لوتيليزاتور كي لا كريي بويسك انا كرييتو دونك هاكا الاسم تاعي موجود deux des champs qu'on fait des liens symboliques ainsi de suite on va pas entrer dans les détails mais t'aimes oui on a une suite de caractères donc il faut me bébé en barre chagite mais il n'a pas on a l'année des rwx rwx ou r-x je vous remercie maintenant des noms manet directory manet raho hédé c'est un fichier c'est un dossier. Quand j'ai un fichier في blast dossier, je t'alqa حاجة de ce genre-là. Je t'alqa -rwx. Je t'alqa -rwx rwx ou r-x. Je t'alqa حاجة هك. Donc lettre l'année, quand j'ai D معناها راه سي تان دوسي كان لقيت تيري ما راهو معناه سي تان فيشي بي شي يقعد تاو يقعد هذو من ار دبليو اكس ار دبليو اكس و ار تيري اكس دونك الار هي الريد معناها راك عندك الار معناها راهو عندك دروا داكسي اون ليكتور معناها الدوسي هذاك تنجم تكتب معناها تقرا شنو موجود في وسطو الرايت ال W هي write معناها tu peux le modifier write tu peux le modifier تنجم تسوبريمي تنجم تبدل الكونتوني نتاعو و ainsi de suite وال X هو execute معناها on peut l'exécuter شو معناها on peut l'exécuter كي يبدا بروجرام مثلا عندك بروجرام باش تنجم تكزيكوتيه البروجرام لازم يكون عندك ال X موجود باهي كي يبدا عندي هكا RWX شو معناه RWX؟ RWX معناه عندك لو دروا دو ليكتور، لو دروا دو موديفيكاسيون، و لو دروا ديكزيكسيون، معناه عندك تو لي دروا. باهي، كي نلقى هكا R مثلا تيري X، معناه الفيشي متاعنا، جو بو لو ليغ، مي جو نبو با الموديفي، و جو بو ليكزيكوتي، الحاجة اللي فيها تيري راهي ما تنجمش تعملها. نعطيكم إكزومبل آخر. مثلا نلقى r تيري تيري شو معنى r تيري تيري معنى راو الفيشي هذا جو بو سولمون لو ليغ نجم نلقى زادا بار اكزومبل تيري 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 معنى ما عندي حتى دروا عليه الفيشي هذا ما نجم نعمل لا نجم نقراه لا نجم نعمل موديفيكاسيون لا نجم نيكزيكوتيه ب مي علاش لهنا في الافيشاج دونك هذا فهمنا هذو حكايه دروا داكسي معناه لهنا راهو عندك ليكتور عندك اكريتور عندك اكزيكوسيون علاش معاوده ثلاثة مرات اون فيت معاوده ثلاثة مرات خاطر عندنا بلوزيور معناه تيب ديتيليزاتور الاولاني هو اليوزر شو معناه اليوزر سي ديتيليزاتور اللي قاعد توا يخدم على يخدم على الماشين هذاك يتسمى اليوزر والثانيه هي الجروب خاطر ليتيليزاتور il peut faire partie من جروب d'utilisateurs مثلا انا عندي ماكينه لينكس عندي اون ماشين لينكس نجي نعمل جروب pour les étudiants وجروب pour les profs وجروب pour l'administration وكل جروب عنده معناها لي سبيسيفيسيتي نتاعو دونك انا كي يبدا utilisateur مثلا étudiant il a créé ce dossier là le groupe نتاعو اللي معناها les étudiants اللي كيفو عندهم زاد هما ان دروا داكسي على الدوسي هذاك دونك لو دروا داكسي اللي سبيسيفي لهنا دونك لولانية هذيا ار دبليو اكس هي لي دروا داكسي نتاع ليتيليزاتور
والار دبليو في اكس الثانيه هي الدروا داكسي نتاع الجروب نتاعو على الدوسي نتاعنا اللي هو شكونه في الحكام نتاعنا ده اللي هو تي بي 2. والار تيري اكس هو لي دروا داكسي نتاع لي زوتر اتيليزاتور. شكون لي زوتر اتيليزاتور؟ معناها لي زوتيليزاتور اللي ماهمش تابعين للجروب نتاع اليوزر. هذوكم عندهم ار تيري اكس معناها عندهم دروا دو ليكتور و اكزيكيسيون بار كما ما عندهمش دروا دونك دو موديفيكاسيون. دونك هذو ما هذايا اللي نديك شو معناه. معناها هذا شكون وهذا الاو اللي تحته هذا شكون دونك سي لو جي سي لو جروب وهذا سي لو اذر اذر الاو. دونك هذا لي دروا ديكزيكوسيون نتاع لي دروا داكسي نتاع ليتيليزاتور هذا الجروب وهذا الاذر. نكونوا كملنا مع دونك ال اس مو ال question 11 تاعو قال لي كري دون فوتغ ريبيرتوار تي بي لينكس ان فيشي اسمو مون فيشي 1 كونتونون لو تيكست سويفون سي اون سيونس دو تي بي سانز اتيليزور sans utiliser l'éditeur. شو معنى l'éditeur؟ l'éditeur معناها تحل البروغرام وتعمل بيه كرياسيون تاع فيشي تكست كيما مثلا الوورد في الويندوز والا مثلا البلوك نوت في الويندوز. هذوكم سو سون دي زيديتور دو تكست تحط لهم وتخدم بهم لي فيشي نتاعك. دونك لهنا نحب نعمل كرياسيون تاع فيشي ديريكتومون سون باسي بار l'éditeur دو تكست تاع لينكس. كيفاش نعملو؟ دونك انا لهنا في تي بي لينكس نجي نستعمل الايكو. الايكو شوفناها قبيله دونك ال بيرمي دافيشي ان ميساج على ليكرون. باش نقولو سي ميساج نتاعنا هو دونك سي اون سيونس دو تي بي دونك هكا كي نقف حد لهنا الايكو ال فا افيشي سو ميساج لا. دونك كان نزل لونتري جوست الايكو تافيشي لك على التيرمينال الميساج هذاك. باهي كي نحب الميساج هذا نصبو في وسط فيشي نزيدو الكاركتير سوبيريور. سوبيريور هذا معناها راهو الميساج هذا في بلاصه ما تافيشيه على ليكرون صبو في وسط الفيشي. شكون الفيشي اللي باش نعطيه اسمو توا؟ اسمو مون فيشي. Donc mon fichier 1, il va contenir le message AD, à l'écho. Nafs chai, je vais faire avec le fichier 2. Juste le message, je vais mettre c'est mon deuxième TP. Et c'est bon. دونك تاو كان نعمل ls باش نشوف الكونتوني نتاع الدوسي نتاعي اللي هو تي بي لينكس باش نلقى لي دو فيشي نتاعي اللي هو مون فيشي 1 اي مون فيشي 2 و الدوسي القديم هذاك تي بي 1. تعاديو الكيستيون اللي بعد افيشي لو كونتوني دو فيشي مون فيشي 1 باش نافيشيو الكونتوني نتاع فيشي على الكونسول نعملو نستعملو كوموند كات. كات ونحطو اسم الفيشي اللي باش نافيشيوه مون فيشي 1. دونك هنا il va nous afficher le contenu نتاعو شنو موجود في وسط مون فيشي 1. دونك موجود الميساج هذا c'est une séance de TP. question اللي بعد يقول لي كونكاتيني الفيشي مون فيشي 1 والفيشي 2 dans un troisième fichier اسمه مون فيشي 3 et afficher le résultat. دونك هنا سي تري سامبل. عندي انا قلنا دو فيشي اللي هما شكونهم هذو مون فيشي 1 اي مون فيشي 2 نحب نعمل لهم فيزيون نحب نردهم dans un même fichier نسميه مون فيشي 3 الكونتوني نتاعهم. معناها كي نقولو فيزيونيهم هاك لي دو فراز اللي كتبتهم باش نوليو نلقاوهم دون فيشي 3. كيفاش نعملو الحكايه هاذيا؟ كيف كيف باش نستعملو الكات. الكات احنا شوفناها ال افيش دونك ان فيشي
زادة تنجم تعمل لنا حاجة أخرى كي نزيدوها لوبسيون موان ان. دونك نعطيه 4 موان ان، نعطيه اسم الفيشي لول اللي باش نعمله فيزيون اللي هو مون فيشي ان، اي لو دوزيام فيشي مون فيشي دو، نعمل اكس سوبيريور معناها نقول له اعمل لهم فيزيون وصبهم في وسط مون فيشي 3. دونك توا باش نشوف الريزولتا نتاعي، معناها انا عملت فيزيون تاع مون فيشي 1 اي مون فيشي 2 صبيتهم في مون فيشي 3. باش نشوف الريزولتا قلنا شكون الكوموند اللي تافيشي كونتوني تاع فيشي اللي هي 4. دونك نحطو 4 مون فيشي 3 يخرج لنا دونك لهنا الفيشي الفيشي دونك ريزولتا نتاعنا اللي هو مون فيشي 3. هاكا فيه الجمله الاولى والجمله الثانيه جوست هاكا ينيميروتيهم لهنا، يردها الجمله الاولى راهي نمرو واحد راه وهذه الثانيه جوست ينيميروتي لي ليني وبر افيك كات. دونك بور فير ان ريزومي على حكايه الكات، الكات عندها دو فونكسيوناليتي مثلا اللي شفناهم. الفونكسيوناليتي الاولى ال افيش لو فيشي على الاكران، والفونكسيوناليتي الثانيه كي نزيدوها لوبسيون موان ان تولي ال بو فيزيوني دو فيشي دون ان ترويزيام. الكيستيون اللي بعد، كو في لا كوموند ايكو كريي، هذه شفناها ايكو كريي، ايكو ما قلنا ال افيش ان ميساج على الاكران. دونك نجي نكتب ايكو كريي، تافيش هنا كلمة كريي على الإكران سيتو. باهي، كيلز سون لي فيشي غوتورني باغ لا كوموند ls موان دي، دونك سيغل هاذيا تي بي ايطوال. باهي، دونك لهنا في ال عطيتكم الكوريكسيون اي جي بيان فريمون اكسبليكي الريزولتا تاع كوموند ال اس موان دي تي بي واحد. دونك ال بيرمي ال فا بيرميتر دو ليستي تو لي دوسي كي سو تروف دون لو دوسي بيرسونيل. دونك علاش نروح نفسر لكم علاش دونك ls moins l باش نحطو السيجل هذاك، هذاك نجمو نعملوه افيك الجي ار دو. سلاش طالب منا هو تي بي ايطوال. باش نكتبو الكوموند بتاعنا اللي هي ls موان ال، عندنا السيجل هذا سلاش تي بي ايطوال. دونك هذا كيفاش نكتبوه، السيجل هذاك كم تاع حسب تقريب هو ال جي ار دو. بي نزلو انتري اي اون فا كومونتي لي ريزولتا. اللي لهنا توتال 4 خمسين دو سويت تي بي 2 تي بي لينوكس تي بي تي بي 1. بي شو معناها لهنا ال اس موان ال؟ خلينا نبداو بالبارتي الاولانيه. ال اس موان ال معناها قلتلو اعطيني ال اعطيني الكونتوني ديتاي نتاع الدوسي اللي باش نقولك عليه. شكون الدوسي؟ الدوسي اللي هو هذا. بي اش قلت لكم لهنا السيجل هذا
هو الشومان نتاع الدوسي بيرسونيل، معناه سلاش هوم سلاش دوسي بيرسونيل. نعطيكم اكزامبل، بار اكزامبل نحب نمشي نحب نرجع تو من هنا نمشي للدوسي بيرسونيل، نجم نكتب هكا سي دي سي دي سيجل، هذاك معناها يهزك ديريكتومون دوسي بيرسونيل. دونك هذا يعوض الشومان تاع دوسي بيرسونيل. دونك ينزل اونتري نحط دبليو دي، نلقى روحي في الهوم سلاش نون ديتيليزاتور. دونك هذايا تعوض الهوم سلاش هوم سلاش حاسب، معناها هذايا دونك ال ال اس موا ال افيك سو سلاش افيك سو سيجل لا، عبارة كتبت ال اس موا ال سلاش هوم سلاش نوم دوتيليزاتور سلاش ايبي اتوال. سي كيف كيف، معناها هذيا الانستركسيون هذي كيما الانستركسيون هذي، ما فما حتى فرق، جوست الشومان هذا عوضتو بالسيجل هذا. ب القاعدة لنا تو شو معناها تي بي اتوال؟ في إتوال معناها قلت له أعطيني la liste détaillée de tous les dossiers اللي يبدأ اسمهم اب تي بي ويوفى مهمتيش فيه باش يوفى، جوست لازمو يبدأ اب تي بي. دونك شعطاني هو أنا شعندي في ال في الدوسي بيرسونيل، كان جي نرجع لهنا شعندي في الدوسي بيرسونيل، عندي اللي يبدأ بالتي بي، عندي دوسي اسمه تي بي ودوسي اسمه تي بي لينكس. دونك باش يعطيني الكونتوني نتاعهم التي بي شنو في وسطو، في وسطو ان اوتر دوسي والتي بي لينكس فيه ان دوسي اي تخوا فيشي. دونك هذا الريزولتا نتاعنا. دونك دوسي هاو الاولاني التي بي فيه ان سول دوسي اللي هو التي بي 2، بار كونتر الدوسي تي بي لينكس فيه ان دوسي اي تروا فيشي. هاكم كيما قلت لكم قبيله لي فيشي ديما يبداو بتيري، هاكم يبداو بتيري والدوسي يبدا بدي. سي كلير. دونك الكوموند هذايا في الاخر بكل تخرج لي لا ليست ديتايي دو تو لي دوسيي كي كومونس بار تي بي اللي موجودين في الدوسي بيرسونيل. دونك نتعداو الكيسيون 17. Allez, copier les deux fichiers, mon fichier 1 et mon fichier 2, dans le dossier TP. Donc, M. Stamberg commente copy, CP, CP est lié à copy, mon fichier 1, copier fios de dossier TP. يحب زادا يكوبي نفس الحكاية. دونك مون فيشي دو يكوبي في وسط دوسي تي بي، واضحوا عليه. دونك الكوبي تاخو هذايا السي بي تاخو دو بارامتر، اسم الفيشي اللي باش تكوبيه واسم الدوسي وين باش تكوبيه. La dernière question, renommer les deux fichiers, mon fichier 1 et mon fichier 2, du dossier TP par mon fichier 3 et mon fichier 4. Et je vous montre que nous sommes en train de faire un TP Linux. TP Linux. Donc, les amis, nous avons le dossier TP. Nous avons le renommage pour les deux fichiers. Donc, là, nous avons le PWD. قاعد نخدم في تي بي لينكس الوغ كو لي فيشي موجودين في وسط الدوسي تي بي. دونك باش نعمل سي دي باش نرجع للدوسي بيرسونيل، دونك تي دبليو دي تو قاعد نخدم في الدوسي بيرسونيل، من بعد نعمل سي دي وندخل للدوسي تي بي هو نخدم في الدوسي تي بي. كي نعمل ال اس باش نشوف شنو الكونتوني نتاعو، هاكا عندي مون فيشي 1 mon fichier 2. Donc
توا باش نبدل لهم اساميهم، باش نستعمل كوموند موف، مش موف معناها ام في، هي ام في مون فيشي، ونعطيه الاسم جديد، نردو مون فيشي 3، نفس الحكاية مون فيشي 2 باش نردو مون فيشي 4. دونك كان نعمل ls مرة أخرى نلقى الأسامي هاكم تبدلو مون فيشي 3 ولا مون فيشي 4. بي قلت لكم الموف عندها دو فونكسيوناليتي، الأولانية بور رينومي ان فيشي باش تبدلو اسمه، والفونكسيوناليتي الثانية اللي هي ديبلاسي ان فيشي، معناها موف tu vas le déplacer. نعطيكم اكزومبل، باغ اكزومبل الفيشي هذايا مون فيشي 3 نحب نحطو في وسط الدوسيي تي بي 2. كيفاش نعملو؟ نعملو موف في مون فيشي 3، نعطيه اسم الدوسي اللي باش نعمل فيه ديبلاسمون اللي هو تي بي 2، ننزلو اونتري. كي نجي نثبت توا باش نلقى تي بي 2 في وسطو مون تي بي 3.